إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المقاييس الطبيعية للطفل الطبيعي بعد الولادة. تكلمنا في الدروس السابقة عن هذا الموضوع البسيط، وهنا راح نتعمق في هذا الموضوع. ما هي المقاييس الطبيعية للطفل عند ولادته؟ طبعا الوزن والطول ومحيط الرأس مهم جدا في القياس. يكون وزن الطفل الطبيعي عند الولادة تقريبا 2.5 كيلو جرام أو 4 كيلو جرام، وأيضا 3.5 كيلو جرام. محيط الرأس تقريبا طوله 35 إلى 37 سنتيمتر، وأيضا طول الطفل تقريبا يصل من 55 سنتيمتر إلى 50 سنتيمتر. وهذه المقاييس تخص الطفل الطبيعي بعد حمل طبيعي لمدة 9 أشهر. ما هي الظواهر التي قد تقلق الوالدين ولكنها ليست حالات مرضية عند المولود الجديد؟ راح نتكلم عن هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، نشوفكم في درس قادم.